دور الكنيسة، خطوات لكل خطوة من خطوات الكنيسة. أول حاجة كان سيدنا البابا المتنيح البابا كيرلس السادس، كان بعد جواب لوزير الداخلية عشان يتم استصدار القرار الجمهوري، وده كان في 12 مارس 1970. ونشكر بعد كده صدر القرار الجمهوري في أيام الرئيس أنور السادات، برضو كان في 70. وبعد كده سيدنا البابا شنودة الثالث بعت جواب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عشان تستلم الأرض، وكان من ضمن اللي بيستلموا المفوضين أبونا مرقص غالي، دكتور صفوة هلال، أستاذ شوقي مرقص الجولي. وبعد كده صدرت الترخيص بالكنيسة في المنطقة اللي احنا فيها، البلوك 101 المنطقة الأولى. تاريخ جميل. المرحلة الثانية كان وضع حجر الأساس، كان في سنة في يوم 27/7/1972 بيد قداسة البابا شنودة الثالث. وكان من ضمن الحضور نيافة الأنبا غريوس ونيافة الأنبا أغاسون أسقف إسماعيلية المتنيح، أنا حقيقة ما أعرفش مين سيدنا، وكان أبونا مرقص غالي، أبونا متيس سورياني سيدنا الأنبا رويس، وكان أبونا ميصائيل السورياني اللي هو حدا سيدنا الأنبا ميصائيل أسقف برمنغهام، أول كاهن صلى هنا في الكنيسة في الخيمة. 27/7/1972. دي يا سيدنا مراحل الكنيسة، لما ابتدت الأول الكنيسة الصغيرة، لما اتبنت كده بطريقة يعني بسيطة، وبعد كده اتطورت شوية بعد زلزال سنة 90، ودي مراحل الإنشاء وإلى أن وصلت للصورة النهائية ليها. يعني دشنت الكنيسة سنة 91، مذابحها سنة 91. دي زيارات قداسة البابا شنودة. الزيارة الأولى دي كانت في الكنيسة الصغيرة سنة 75، والزيارة دي كانت في عشية أحد الشعانين في افتتاح الجزء السفلي من الكنيسة، كنيسة أنبا أنطونيوس كانت لسه بالطوب الأحمر والخرسانة. وبعد كده كانت زيارة التدشين سنة 91، وسيدنا جه بعد كده في تدشين المعمودية، وجه بعد كده مع الأباء البطاركة الكنائس الشقيقة، ومع أبونا أنطونيوس قبل رسمته بطرك لإريتريا. دول أباء كانت الكنيسة اللي خدموها، أبونا فيليمون حالين في أمريكا، أبونا شوي في أستراليا، أبونا أرسانيوس في أمريكا، المتنيح أبونا رفائيل أمبابولا ضعفي، المتنيح أبونا توماس، المتنيح أبونا رويس، أبونا بشوي، أبونا يوقيم، أبونا كرلوس، أبونا يوحنا، أبونا يوسف، أبونا أثناسيوس، أبونا مرقص، أبونا تدرس، أبونا ميخائيل، أبونا لؤة. وبنختم يا سيدنا بزيارة قداستك اللي تمت سنة 2013.
في 2013 في 30/3/2013. كانت أول زيارة لقداستك لكنيسة من كنائس مصر كلها، كانت زيارة مباركة جدا يا سيد.
روسيوس وبتير وبنتوكراتور وبنجاتريا سليس ونماس. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي من قبل عبده موسى أعطانا الناموس منذ البدء ليضع في قبة الشهادة مثال الشاروبيم هؤلاء الذين يغطون بأجنحتهم على المذبح وأعطيت حكمة لسليمان من قبل البيت الذي بناه لك في أورشليم وظهرت الأصفياء كالرسل بتجسد ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ليبنوا لك كنائس وأديرة على اسم قديسيك وشهداك. من أجل هذا نسأل ونطلب منك يا محب البشر أرسل روحك القدوس على هذه الصور وهذه الأيقونات التي للقديسين وللشهداء ليكونوا من خلاص آمين سبب آمين لكي كل من يتقدم إليهم بأمانة ينال نعمة من الله عنهم في مغفرة خطاياهم لأنه مبارك مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدوس ندشنوا أيقونة البنتوكراتور في الكنيسة بهذا الميرون المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي في مدينة نصر بالقاهرة خنفران مبيوت نمشير مبن مايسواب ونوتي نوت فزماروت نجيف نوتي بيوت بيونتوكراتور آمين ندشنوا أيقونة البنتوكراتور بهذا الميرون المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي في مدينة نصر بالقاهرة إفزمارو تنجب فمونوجانيس انشيري إيسوس بخريسوس بن شوي سمين ندشنوا أيقونة البنتوكراتور بهذا الميرون المقدس في كنيسة القديسة مريم العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي في مدينة نصر بالقاهرة إفزمارو تنجيب ابن فمايس أواب إمبارك ليتو المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدور آمين ألّلوا Oh.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. وهذه مناسبه للكنيسه، كنيسه العذراء والقديس اثناسيوس في مدينه نصر في القاهره، مناسبه لتدشين ايقونات الشرقيه اللي هي البنتوكراتور وايقونات الكنيسه، وحامل الايقونات والاباء بيستكملوا عمليات رشمها بزيت الميرون. الصور صور عادية، أي صورة صورة عادية. الأيقونة لما بتترشم بزيت الميرون وبتتقدس بالرشومات الثلاثة باسم الآب والابن والروح القدس وتتمسح بزيت الميرون، كلمة ميرون معناها طيب. وزي ما انتوا عارفين اعداد الميرون بيبقى له طقس لوحده وبيبقى له مناسبه منفرده، لكن هذا الزيت المقدس اسمه زيت التدشين او زيت التخصيص او زيت التقديس. والكنيسه في تاريخها بتكمل 50 سنه اليوبيل الذهبي، وعبال سنين كتيره. الكنيسه بدأت من أيام البابا كيرلس السادس بطلبها من أجهزة الدولة، ثم ابتدت في حبرية البابا شنودة في الإنشاء والإعداد والتجهيز وأيضا تدشين مذابحها ومعموديتها. وطبعا هي كنيسة من الكنائس ذات العلامات الخاصة اللي موجودة عندنا في القاهرة هنا. وبصفة عامة يوم التدشين بيعتبر يوم مبارك في حياة الكنيسة، وبنعتبره زي العيد المحلي للكنيسة. الأيقونة لما بتدشن بعمل الميرون وفعل الروح القدس فيها فبتبقى أيقونة مقدسة، وإحنا بنعتبر أن كل أيقونة هي نافذة على الأبدية، نافذة على السماء. يعني إحنا كلنا قاعدين في الكنيسة في اتجاه الشرق ما عدا الصف الأول اللي هو مخصوص للقديسين دول، لأنهم سبقونا على السماء، عشان كده وجههم لنا إحنا اللي لسه في الكنيسة المجاهدة على الأرض. فبنعتبر كل أيقونة هي بمثابة نافذة على السماء أو على الأبدية، ومن خلال روح الله اللي حل في القديس أو القديسة أو الشهيد أو الشهيدة صاحب الأيقونة إحنا بننظر للسماء، وكأننا بنتطلع للسماء وبنقول قلبنا من جوانا إمتى يا رب نكون وياكم. فكأن الصف الأول للحضور في الكنيسة هم القديسين اللي سبقونا بعد ما جهدوا وانتصروا وصاروا الآن في السماء، وكأنهم واقفين في السماء بيشجعونا إحنا على الأرض في جهادنا الروحي عشان يبقى لنا نصيب في السماء. ودي أهمية وجود الأيقونات في الكنيسة. بالإضافة لكده الأيقونات كمان بتحمل سير قديسين، يعني زي ما بتجيب كتاب تقراه عن العذراء مريم تقدر تنظر لأيقونة العذراء مريم كأنك قريت الكتاب بالضبط. وهكذا كل القديسين، قديس أثناسيوس الرسولي مثلا في جهاده وفي حفظه للإيمان تبص للأيقونة بتاعته كأنك قريت جهاد وحياة وسيرة القديس أثناسيوس الرسولي. عشان كده دي أهمية الأيقونات. وإحنا في التقليد القبطي لما ندخل الكنيسة ناخد بركة من الأيقونة أو من القديس صاحب الأيقونة، وبيبقى دول كلهم نماذج قدامنا عشان كل واحد يختار طريقة الجهاد الروحي المناسبة له، زي ما بنشوفها في أبائنا القديسين والشهداء والقديسات والشهيدات. تدشين الأيقونة اللي في الشرق اسمها أيقونة البنتوكراتور، والبنتوكراتور يعني ضابط الكل،
ودايما تتعمل في شكل حضن، فكأن الكنيسة في آخرها في الهيكل نلاقي حضن الآب. حضن الآب يعني معناه بيتعمل بالشكل ده كيرفت كده علشان رسالة لكل واحد بيقول أنني أقبل كل إنسان، كل إنسان مقبول عندي. عشان كده حضن الله الآب مفتوح على طول، حتى الخاطي، حتى اللي بعد، حتى اللي نسى، حتى اللي قلبه جف خالص من ناحية ربنا، أو حتى الإنسان اللي بينكر ربنا بنلاقي حضن الآب مفتوح على الدوام وكأنه يدعوه. وعشان كده المسيح على الصليب قال عبارة مهمة قوي من كلمتين، قال أنا عطشان. هو مش عطشان للمية، هو عطشان لكل نفس، كل نفس إنها تيجي وتكون لها نصيب في المسيح. هنبتدي القداس بقى دلوقتي بالمزامير، تفضل. في وثيقة في وثيقة بنطلب من قداسة البابا أنه يوقع عليها بهذه المناسبة الجميلة. في عهد قداسة البابا المعظم البابا الأنبا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تم تدشين شرقيات مذابح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر بيد قداسته ولفيف من الأحبار الأساقفة، وذلك يوم السبت الموافق 5 بابا 1739 للشهداء 15 أكتوبر 2022 ميلادية، في تذكار اليوبيل الذهبي ومرور 50 سنة على وضع حجر الأساس وبداية صلاة أول قداس 1972-2022 ميلادية. تعيش قداشنا يا سيدنا.
ليس نماس أوسيوس وبتي روبانتوكراتور بانجيات رياسة ليس نماس صلاة الساعة الثالثة من النهار مبارك نقدمها المسيح ملكنا وإلهنا ونرجوها أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود إن بركاته علينا أمين يستجيب.